مرحبا برج الحمل، أهلا بكم. راح نسويها هالمرة حق الحياة العملية اللي تخص الأموال، الوظيفة، الورث، وعندنا هني جانب الحياة العاطفية أنت مع الشريك. أيضا في نهاية القراءة راح نشوف طاقة المنفصلين إذا هالشهر راح يكون في رجوع. عزيزي برج الحمل، أنت مقبل على انفراجة في وضعك المالي وتحسن، مو بس تحسن عادي، هذا ما أشوفها طاقة الزيادة كثر ما أنها فترة تمر فيها براحة مالية تستمتع فيها برخاء، ولكن في موانع. قبل ما ننتقل إلى طاقة الخماسي الأول، في تحديات، في موانع في هذا الشهر، في ظروف معينة من أشخاص معينين، لأن أنت هني يسألك التارو ما هي الطريقة اللي راح تتبعها. لما نشوف السيف الأول هني مطلوب منا نفكر ونعيد التفكير في الطريقة، وإذا الطريقة رقم واحد ما نفعت ننتقل لطريقة رقم اثنين. طريقة رقم اثنين ما لازم دائما يكون عندنا كذا خطة بديلة، لأن اللي ظاهر من هني، اللي ظاهر من الأوراق، إن أنت عندك احتمال أو قاعد تمشي يا برج الحمل عشان توصل لهاي الراحة المادية اللي في بالك، أو هاي الوظيفة، أو هاي الترقية، هذا الورث. أوكي، عشان توصل له أنت حاط في بالك سيناريو واحد. لازم تكون طريقتك متعددة الاحتمالات. إذا هاي الطريقة ما نفعت راح انتقل لطريقة رقم اثنين وتكون فيها أولوية، لأن اللي قاعدة أشوفه أن وضعك حاليا مستقر، ما في أحد يقدر ياخذ منك حقك، وأيضا ما في أحد يقدر يصرفك. إذا عندك مخاوف تخص مستقبلك الوظيفي، فهذا الكرت يقول لك ان وضعك راح يكون مستقر، ولكن الاستقرار مو كفاية بالنسبة لك. انت هني تسعى لتحقيق راحة اكثر، نجاح اكثر، اموال اكثر. من هني التحدي، او شنو بتكون طاقة التحدي عندك؟ خلاص ان اسلوبك محتاج بسرعة تغيره، لان عندك هني شخص، عندك هني اشخاص ما يرغبون في التعاون معك، يبون يأخرون عليك الموضوع، نوعا ما كسالة يتعاملون في الوضع العملي مع أشخاص نوعا ما كسالى، ويمثلون بالنسبة لكم تحدي. الأسلوب، هذين الأشخاص التفاهم معاهم ما راح ينفع، المناقشات معاهم، المساومة معاهم ما راح تنفعك. أن هني خلال هذا الشهر محتاج تتجه في الخفاء، لأن طلع عندنا كرت سبعة السيوف وهذا كرت الخفاء. محتاج خلال هذا الشهر أن تنقل طلبك، تنقل مناقشاتك، مساوماتك، حتى الأشخاص اللي تتوجه لهم محتاج تغيرهم. الأشخاص اللي أنت already قاعد تناقشهم في هاي الموضوع ما بتحصل منهم نتيجة، أوكي؟ لأنهم عندهم نوع من الكسل، عندهم أيضا نوع من ما يريدون أن يتعبون أنفسهم يتعاونون معك، لأن يحسون أن ما راح يخسرون شيء. الخسارة راح تكون، أو التأخير راح يصير عليك أنت، الخسارة من جيبك أنت. فمحتاج تاخذ هذا السيف تتجه إلى أشخاص ثاني. لما يكون عندك سيف معناته عندك أداة، عندك طريق ثاني، ولكن مو مع هذين الأشخاص. مثلا نفرض الحين أني نترجم الطاقة، نفرض أن أنت تسعى للحصول على ترقية أو وظيفة في مكان معين، كنت دائما تتردد على أبواب مدير معين أو مسؤول معين. محتاج تغير الشخص، محتاج تغير الأشخاص اللي تطلب منهم هاي المساعدة، أو الأشخاص اللي قاعد هني تحاول إنه يساعدونك عشان تحقق هذا التوازن المالي. لما نشوف الخماسي الأول معناته راحة، راحة، وهني خلال هالشهر أنت قاعد تحاول تسعى، الطاقة تشجعك إنك تحاول تسعى تتخلص من القيود. إنزين، سبعة السيوف لما يطلع لك في الجانب العملي يقول لك شوف، في شيء اسمه نفاق وفي شيء اسمه دبلوماسية. لطالما أنت اتبعت أسلوب الوضوح، برج الحمل برج واضح، برج مباشر، الأبراج النارية كلها واضحة، ما عندها نفاق، ما عندها واحد اثنين ما ترونه هو ما تحصلون عليه، ولكن وضوحك مع هذين الأشخاص ما عاد يأتي بنتيجة. شنو محتاجين نسوي خلال هالشهر؟ أول شيء تأخذ سيفك تطرق باب شخص ثاني، أوكي؟ زباين غير، مسؤولين غير، إذا كنت مثلا تتناقش مع أخيك الأكبر أو أختك الكبرى من أجل الورث،
حاول أن تصل إلى اتفاق مع الإخوان مثلا الغير محتاج أن تغير. الخطوة الثانية أن تكون خفي نوعا ما عشان تصل إلى هاي الخماسي الأول، إنه يكون عندك مو بس استقرار، تحافظ على، شوف أنت هني ضروري عندك تحقق شيئين. أول شيء تحافظ على الشيء المستوى اللي وصلت له، تحافظ عليه، لأن في أشخاص هني كأنه ما يبون يخلونك، ما عندهم مشكلة إن أنت تخسر الاستقرار اللي أنت وصلت له، ما عندهم مشكلة، ما راح يخسرون شيء. والخطوة الثانية، الموضوع الثاني، الهدف الثاني، إن أنت تصل إلى مستوى أعلى. اوكي، ما ينفع ان انت فقط تظل على موضوع ان احافظ على وضعي الحالي. فهني هذا الكارت يقول لك محتاج تستعمل اسلوب عدم الوضوح او الخفاء. احنا دائما نقول استعينوا على اموركم بالكتمان. نعم، مناقشاتك، اوكي، قاعد تساوم، قاعد تتفق مع شخص غير عن اخوك الاكبر، غير عن مديرك في العمل، غير عن الاشخاص هني القديمين اللي عندك. خل مناقشاتك، خل مفاوضاتك تحت الطاولة، ما حد يدري عنها لحد ما تمسك هذا الخماسي في يدك، تتأكد منه ان خلاص الموضوع تم، ان خلاص المحكمة راح توافق، ان خلاص الاموال راح تعطى لي، الترقية راح تعطى لي، الوظيفة راح تعطى لي، لحد ما يتحقق الشيء 100%. لان فوق الخماسي السيف الاول 100%، بعدين تخرج الشيء الى العلن. هذا من الناحية العملية. من الناحية العاطفية، برج الحمل، خلي شوي أقرب لكم عشان تشوفون معي. برج الحمل بالناحية العاطفية، شريكك، أوكي، أحس بتأنيب الضمير، أحس أنه هو قاعد يحملك فوق طاقتك، ولكن في نفس الوقت هني عندنا كرت الساحر. كرت الساحر يقول لك أنا شاركك في هاي الفترة، تعرف اللي وقع في المصيدة، أو وقع في المشكلة، أو دخل في التزامات، دخل في التزامات، وقع تشيكات، وقع عقود لدرجة أنه ما يقدر يتخلص منها، جدا صعب. هذا الكرت يقول لك تعرف شلون الفراشة تذهب مسرعة إلى الشعلة، إلى النار، الموث، الموث دائما تركض إلى النار، مع أن النار تقتلها، ولكن الفراشة ما عندها علم، ما عندها معرفة. فعندك شخص احتمال كان جاهل في السابق، أو كان ما يسمع كلامك. خلال هذا الشهر ابتدى يصل إلى حقيقة الوضع، أنه هو فعلا كان المفروض أنه يأخذ بنصيحتك. ولكن لما أشوف كرت هني، لأنه كان في إغراءات، لما أشوف الساحر كان في إغراءات، زين، وفي هذا الكرت يقول لك عشرة الأقزام، أنه شريكك في هاي الفترة واقع في المصيدة، واقع في المشكلة لدرجة انه ما يقدر لوحده، وركز على نقطة لوحده، ما يقدر لوحده انه يخرج من المشكلة اللي واقع فيها. زين، يشعر بالندم تجاهك، يشعر انه يجب عليه ان يعوضك، يتمنى، عنده امنية انه يريد ان يعوضك، انه عارف الغلطة اللي سواها هني. الموضوع او في الفترة القادمة، هذا كرتك أنت، كرت الإمبراطور يا برج الحمل، أنت فقط اللي قادر أن تغير وجه الموضوع، أن تغير وجه العملة في الفترة القادمة، أن تقلب صفحة الكتاب. عندك شخص أيضا تشوفه هني يريد أن يفتح معاك صفحة جديدة، يمكن هو اعتذر أكثر من مرة، ولكن شوف من هذا، خلينا نتكلم بصراحة، 5 مع 10 مع ساحر يقول لك، ليش أنا قلت لكم مثال الفراشة؟ الفراشة مهما تعرف، حتى لو عرفت أن هذه الشعلة تقتلها، راح تظل تذهب إليها، ما عندها قدرة على مقاومة أن يقول كلمة لا. مثلا لما يطرق أحد باب حياته، حتى لو كان مرتبط فيك، ما يستطيع أن يقاوم ويقول لا، أو يقول ترى أنا مرتبط، ما يستطيع أن يرفض طلبات الآخرين، فيدخل هنا في التزامات مالية. احتمال ايضا برج الحمل شريكك معرف، او عندكم ايضا الشريك اصلا قاعد هني في السجن، شريك محبوس، قاعد اشوف هني شريك محبوس او على وشك ان ينسجن، فيها قصة سجن هني. زين، فما في احد يستطيع ان يخرجه، يفتي له،
عشان يطلع في الفترة القادمة سوى أنتو. محتاج لمساعدتكم في الفترة القادمة يا برج الحمل. زين حتى هني في الحياة العملية ترى أحس إن الوضع ما راح يأثر عليك فقط بروحك، وضعك مع شريك، وضعك مع شريك أنت اللي، لكن في الفترة القادمة لك اليد العليا، لأن هني نتكلم عن كرت الفول رقم صفر، هو كرت الحرية، احتمال كبير لأن هذا كرتك وهو الإمبراطور، إن أنت اللي راح تستطيع أن تشهد مع شريكك عشان تخرجه من السجن، أو عشان على الأقل تجنب السجن، تجنب المشكلة اللي راح يقع فيها. محتاج أنك تكفله، حتى شوف أيضا طاقة الكفالة، تكفله تشهد له، أوكي، تخرجه من السجن. بما أن طلع لك كرتك هذا، معناته أنت اللي راح تكون في موطن القوة في الفترة القادمة في العلاقة، أنت اللي تقدر ترسمها في الفترة القادمة، راح يكون نوعا ما قابل للتطويع، قابل لترويض شريكك في الفترة القادمة، ولكن هذا يأتي بثمن. الثمن أن عندكم شخص يتصرف نوعا ما بطاقة الفول. طاقة الفول هي طاقة مراهق، طاقة اللي دعني أقع في المشكلة بعدين أنقذني. وحنين خلنا نشوف طاقة المنفصلين، هل راح يكون في رجوع خلال شهر فبراير؟ وراح أذكر لكم بالضبط ما هي الأبراج اللي احتمال أكثر أن يصير بينها رجوع. الأبراج المائية، هذا أيضا كرت برج العقرب، فعندنا هني في الأبراج المائية كرت برج العقرب، السرطان، الحوت، وهذا مرة ثانية أيضا كرت برج العقرب، وهذا كرت الرجوع. الشمس، كل الكرتات جدا إيجابية يا عزيزائي يا منفصلين حق الرجوع، ولكن هذا كرت برج الأسد، ففي أبراج معينة أوكي هي لها أكثر احتمالية أن يصير فيها رجوع. أشوف خلال هاي الشهر مو بس رجوع، يبتدي الحديث عن خصوصا للمطلقين أعزائي، لأن لما أشوف الكوب الأول ونشوف منفصلين، معناته مو بس علاقة، هني في شخص طلق شريكة أو شريك زين من برج الحمل ويرغبون في الرجوع، في حديث، حديث قاعد يرجع مرة ثانية إن هل راح تقبل فيني، هل راح تقبل فيني، أرغب بالرجوع، أرغب إن نرجع إلى الزواج. قاعد أشوف هني مو رجوع فقط إلى علاقة، رغبة قوية للرجوع إلى زواج، خصوصا إذا كان شريككم أسد زين، عقرب، سرطان، وحوت، أيضا قاعد هني أحس بطاقة العذراء. زين خلنا نشوف النصيحة لك برج الحمل خلال هاي الشهر. أحس أن شهر فبراير راح تكون أنت يا برج الحمل في موطن قوتك، وتستطيع مو فقط هني أن تخرج نفسك من ضائقة أو من مشكلة، حتى شريكك، حتى الشخص اللي تتمنى أنك ترتبط فيه. To be fair، هذا كارت برج الميزان، فأيضا نصيحة لك هني شيء تخص النظام القانوني. نعم في شخص أخطأ بحقك، في شيء، شوف برج الحمل، في شيء قانونيا خلال هالشهر أنت تستطيع أن تحكم فيه أو تغير المعادلة. عندكم شخص احتمال أنه راح ينسجن، احتمال أنه راح ينحبس، وأنتوا بتحركاتكم تستطيعون أن تجنبون السجن، أو إذا رغبتوا، النهاية القرار راجع لكم، تستطيعون أن ما تساعدونه وتخلونه يذهب إلى النظام القانوني، النظام القضائي، السجن، المحكمة. أوكي؟ اليد العليا لكم يا برج الحمل خلال هذا الشهر. الكرت الثاني، Peace, no place like home، هذا كرت الرجوع برج الحمل. شخص قديم مألوف لديكم، احتمال هذا أشوفه للمنفصلين، يمكن مو الشريك اللي انتو تنتظرونه وتفكرون فيه، اللي قبله، no place like home، شخص اقدم من الشخص الحالي اللي في بالكم، ممكن اذا انتم متزوجين الزوج اللي قبله
الزوج اللي قبله قاعد يفكر فيكم الزوج الاول، انزين، لان اشوف كأنه ما انتم حاطين في بالكم شخص، ولكن في شخص هني قديم يسبقه انتم اصلا ما قاعدين تفكرون فيه خلال هاي الشهر، هو اللي يسعى انه يتواصل معاكم، هو اللي عنده رغبه هني، لا تنسوا الكوب الاول، يرغب يتكلم معاكم يفتح الموضوع من جديد، موضوع الارتباط. اشوف ان هذا الشخص نضج اكثر بكثير من الفتره لما كنتوا مع بعض، وحتى حقق نوع من الاستقرار المادي افضل من السابق، ولكن اعزائي برج الحمل القناه